الصناديق امتلأت بالردود، ساعي البريد الأوروبي يقدم الظرف الأخير. طهران ترد على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بالتأكيد على الخطوط الحمراء. بروكسل تعتبره إيجابياً وبناءً، وواشنطن تقول إنها تدرس البريد الإيراني وتتوعد بالعقوبات إن فشل التفاوض. إذن ردت طهران على المقترح الأوروبي بشأن العودة إلى اتفاق عام 2015، وقال وزير الخارجية أمير عبد اللهيان إن بلاده تنتظر أن تنهي واشنطن وبروكسل دراسة ما وصلهم من طهران. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إن على إيران عدم الغوص في ملفات خارج الاتفاق النووي، وأنها ستلجأ إلى الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران إن فشل التفاوض، في حين اعتبر جوزيب بوريل أن الأمر بحاجة إلى قرار سياسي لإحياء الاتفاق النووي. ويعتبر ملف العقوبات أبرز القضايا العالقة والمحطة الأبرز للخلاف بين واشنطن وطهران. إلى أين وصل التفاوض بشأن النووي الإيراني؟ نتابع ذلك في تقرير عبد القادر ضويحي ونبدأ النقاش. ترتفع نسبة الإشعاع القادم من طهران، والإشعاع هنا يتوافق طرداً مع تطورات المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي التي تشهد حلحلة جديدة قد تغلق أبواب الإشعاعات النووية القادمة من طهران. ففرص العودة إلى اتفاق عام 2015 تبدو اليوم مرتفعة نتيجة ما قدمه الاتحاد الأوروبي من مقترح يعتبر الفرصة الأخيرة للدبلوماسية المنشودة في الوصول إلى نقطة إشعاع مشتركة بين طهران وواشنطن وحلفائها الغربيين. وأمام التطور الجديد في سجال التفاوض المرير بشأن البرنامج النووي الإيراني، يقول مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الأمر بات نهائياً، وإن المقترح سيكون حلاً لمعضلة نتجت عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق السابق. نظرة بوريل هذه تتوافق مع الخارجية الإيرانية التي قالت إن ما يجري بداية النهاية، وأنها تأمل الوصول إلى اتفاق يراعي خطوطها الحمراء، والخطوط هذه تكمن بالعقوبات المفروضة والتي تريد طهران إلغاءها. الجديد اليوم أن ثمة تنازلات قدمت من كل الأطراف، فطهران تنازلت جزئياً عن مسألة تصنيف الحرس الثوري، وواشنطن أيدت تخفيف جانب من العقوبات التي تفرضها على طهران، بيد أن مكامن الخلاف قد تكون في المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري، والتي تعتبر من الملفات العالقة بين الطرفين. وهنا يبدو أن الأمر وصل إلى نقطة من يوقع أولا. أمام الدبلوماسية التي قد تنجح ثمة تلويح بالخيارات الأخرى، فواشنطن تهدد بالعقوبات القصوى وطهران تهدد بالتخصيب. فهل تكون أوروبا قادرة على إيجاد الأرضية المناسبة، أم أن الرمال الإيرانية صعبة الثبات؟ أهلا من جديد. معنا حول هذا الملف النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون نزع الأسلحة النووية السيد مارك فيتس باتريك مباشرة من واشنطن، ومعنا الدكتور علي باكير أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر مباشرة من الدوحة. أهلا بكما ضيفاي الكريمان. أبدأ من واشنطن مع السيد مارك. سيد مارك، محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني المفاوض كان قد صرح اليوم بأن هناك أجواء من التفاؤل
حيال الرد الأمريكي على المقترح الأوروبي، وأن إيران مصرة على أن يكون هناك ثمن لمن يتراجع عن الاتفاق النووي. هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر جديا بدفع هذا الثمن لطهران؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر في دفع هذا الثمن. بالنسبة للشخص الذي قمت باقتباسه، هو شخص دعائي فيما يتعلق بنظام إيران، ويحاول من خلال هذا أن يؤثر على السياسة الداخلية، لأن النظام الحالي يحاول أن يرسم نفسه على أنه مفاوض جيد أفضل من سبقه، وأنه يتحدث عن هذه التنازلات من الولايات المتحدة. بالنسبة لنا هنا، هذه الطرق للمفاوضات وتؤثر على المفاوضات، ولكن بشكل واضح يمكن لي أن أقول أن الولايات المتحدة لن تدفع هذا الثمن. سيد مارك، قبل قليل الخارجية الأمريكية صرحت بأنه سيتم دراسة الرد الإيراني مع الشركاء الأوروبيين. بماذا يشي هذا التصريح؟ عليهم أن يضمنوا بأن الإجابة الإيرانية لا تقيد بشكل أساسي المبادئ الأساسية الخاصة بالالتزام التي تلتزم به أمريكا وأيضا إيران. إذا طالبت إيران بشيء خارج حدود الاتفاق النووي السابق، فهذا سيتم رفضه، أو أن إيران سيطلب منها أن تقوم ببعض التنازلات الإضافية خارج الاتفاق السابق. حسب فهمي، فحتى الآن إجابة إيران ليست رافضة لهذا النص الأخير الذي أتى من الاتحاد الأوروبي، يحاولون إضافة تعديلات. أعتقد أن هذه التعديلات بعض منها قد يكون مقبولاً وبعضها قد يرفض، لكن في النهاية خلال عدة أيام كل الأطراف ستصل الاتفاق. طيب دكتورة علي بكير، بناء على هذه الإجابة من السيد مارك، على ماذا تبنى هذه التفاؤل؟ على ماذا يبنى هذا التفاؤل الإيراني وحتى الدولي من القرب إلى العودة للاتفاق النووي؟ قبل قليل إسرائيل تصرح بأن طهران على وشك التوقيع على الاتفاق النووي. أيضا هناك أجواء إيجابية تبدو عبر دبلوماسيين إيرانيين. ما هو مستند ذلك إذا كانت الأمور العالقة والشائكة ما زالت كذلك؟ مساء الخير لك وضيفك الكريم السادة المشاهدين. طبعا انا اعتقد اولا الجانب الاوروبي هو يعني خلق حاله من التفاؤل الايجابي بطبيعه الحال، لانه الوسيط ولانه يسعى لان ينجح في دوره الذي يقوم به. والجانب الايراني ايضا يحاول ان يستثمر هذا المناخ الايجابي ليقول انه يعني ملتزم في المفاوضات ويريد ان يدفن الاتفاق النووي، وفي نفس الوقت الولايات المتحده الامريكيه لها مصلحه في ان يعود الجانب الإيراني إلى الاتفاق. لكن المشكلة الأساسية بين الولايات المتحدة وإيران هي أن الطرفين يريدان العودة، لكن لا يريدان أن يظهرا بمظهر الضعيف أولا، وثانيا لا يريدان أن يقدما تنازلات يعني تتعدى إطار الاتفاق النووي. لذلك هناك كانت مشكلة ولا تزال ربما في موضوع العقوبات، في موضوع الضمانات، وفي موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولذلك الجانب الأوروبي يحاول تدوير الزوايا في المواضيع الخلافية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في موضوع العقوبات، حيث كانت إيران تسعى إلى أن تدرج نقاط ليست ضمن الاتفاق الأساسي لاتفاق النووي، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الإدارة الحالية إدارة بايدن كانت قد قدمت تنازلات عندما بدأت المفاوضات مع إيران، وخففت العقوبات وسمحت بتصدير المزيد من النفط ومزيد من الإيرادات إلى إيران، لكنها لم تتلقى شيئا في المقابل من الجانب الإيراني. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عليها ضغوطات أيضا داخلية، على هذه الإدارة لديها ضغوطات داخلية بأن لا تذهب وتقدم المزيد من التنازلات دون التزام إيراني. أنا أعتقد أن الجو هذا الإيجابي لا يضمن حصول اتفاق في النهاية، ما يضمن هو توصل الطرفين إلى صيغة مناسبة. وأعتقد علينا أن ننتظر وأن لا نتسرع في الحكم. الآن الكرة في الملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تنظر إلى
النقاط أو الملاحظات التي قدمتها إيران، لأنها لم تقدم جوابا قطعيا بنعم أم لا، وأعتقد أن جواب الولايات المتحدة الأمريكية سيكون في نفس السياق. طيب دكتور علي، ما هي مؤشرات التدوير الأوروبي حول ماذا ترتكز التي أشرت إليها قبل قليل، خصوصا وأن الجانب الإيراني يبدو وأنه مصر على مسألة الضمانات بخصوص عدم التراجع عن الاتفاق النووي، وأيضا تفنيد مزاعم كما يقول الجانب الإيراني تقارير الوكالة الذرية الدولية، وهذا يبدو يعني مطلب إيراني محق. يعني هناك ثلاث نقاط في هذا المجال أعتقد. طبعا نحن لا نمتلك التفاصيل الدقيقة لما تم طرحه، لكن على الأقل ما نستطيع أن نستشفه من ما تم تسريبه وما تم الحديث عنه في موضوع الضمانات. لا يستطيع أي أحد أن يضمن الاتفاق النووي، أصلا اتفاق غير موقع وغير مصادق عليه من قبل الكونغرس، ونفس الشيء بالنسبة إلى الجانب الإيراني، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يضمن بشكل كامل هذا الاتفاق. أيضا الكونغرس الحالي لا أعتقد أنه سيصوت عليه ما لم يكن هناك يعني شروط شديدة تجاه إيران. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في موضوع العقوبات، وأعتقد أن التركيز الأوروبي يتركز بشكل أساسي حول العقوبات. الجانب الإيراني كان يطالب على سبيل المثال أن يتم رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية، وأن يتم أيضا رفع كل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خارج إطار الاتفاق النووي، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الجانب الأوروبي قدم صيغة يستطيع من خلالها أن يرضي الطرفين، وهي تقول بالرفع التدريجي للعقوبات الغير مشمولة بالاتفاق النووي إذا ما أحسنت إيران الالتزام بالاتفاق ولم تتبع سياسات طبعا عدائية تؤدي إلى تفاقم هذه. أعتقد أن هذا جزء من الكومبرومايز أو يعني الصفقة التي يحاول الجانب الأوروبي تسويقها. فيما يتعلق بملف الطاقة، الوكالة الطاقة الذرية، أعتقد أن هذا الملف يعني لا يوجد هناك مجال للتفاوض بشأنه. على إيران أن تتعاون مع هذا الحد الأدنى طبعا من الاتفاق، لكن سيكون هناك ترتيبات حول الصيغة، وأعتقد أن الجانب الأوروبي يعني يبحث في هذا المجال. طيب سيد مارك، ما هي الصيغة الأوروبية التي قدمت؟ كيف يمكن لنا أن نتخيلها؟ يعني ونحن نتحدث حول ذات النقاط، ثلاث نقاط، مسألة العقوبات، مسألة الضمانات بعدم التراجع عن الاتفاق النووي، أيضا مسألة تقرير الوكالة الذرية. تحديدا مسألة العقوبات، ما هي المرونة التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي لطهران في هذا الإطار؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نأخذ هذا الموقف المتناغم بأنها سترفع كل العقوبات التي رفعت في الاتفاق الأصلي، وستبقي عقوبات إضافية والعقوبات الإضافية التي أضافها ترامب إذا كانت ذات صلة بالاتفاق النووي أو إذا كانت تعيق القيام بهذا الاتفاق. هناك بعض العقوبات الأخرى التي ليس لها علاقة بالاتفاق وليس لها ذات صلة، مثلا العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، العقوبات المتعلقة مثلا بانخراط إيران في أي أعمال أو إيرانيين كانوا مخرطين في أي أمور متعلقة بأي اغتيالات أو مؤامرات. إذن فيما يتعلق بالعقوبات بالحرس الثوري الإيراني، فكان هنا هذا إعاق في هذه عائق كبير، حيث أن إيران في النهاية ستتنازل، ووافقت أخيرا أن هذا الأمر سيتم نقاشه بشكل منفصل فيما بعد. إذن المعادلة الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق ستقول بشيء ما عن أن هناك مفاوضات منفصلة، لكن لا نعرف التفاصيل في هذا السياق. سيد مارك، يعني دعنا نتخيل ردود الفعل الإيرانية، ونحن نتحدث عن عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء ضمانات بعدم التراجع عن هذا الاتفاق النووي. لماذا إذن يمكن أن تعود إيران إلى هذا الاتفاق النووي وهي تمشي قدما وتحقق نتائج إيجابية جيدة جدا في مشروعها النووي؟ الجانب الإيراني لماذا يمكن أن يعود إلى الاتفاق النووي إذن؟ أليس محقا بهذا الشرط؟ نعم، لقد تحدثت عن النقطة التالية والتي هي الضمانات، وأنت على صواب تماما. الولايات المتحدة لا تستطيع طبعا أن تقدم ضمانات قانونية بأن الولايات المتحدة لن تغادر هذه الاتفاقات مرة أخرى، لذلك إيران طالبت ببعض من أنواع التعويض في حال كان هناك انسحاب مستقبلي، وهذا ما مستشار الفريق التفاوضي الإيراني الدكتور محمد تحدث عنه
عنه عندما قال الولايات المتحدة عليها أن تدفع ثمنا ما. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بإعطاء أي تعويضات، هذا ليس ممكنا سياسيا، لكن قد يكون هناك بعض من الضمانات المتعلقة بالشركات الأجنبية المنخرطة في أعمال في إيران. هذه الشركات يمكن أن يقدم لها ضمانات بأن أي عمل أو انخراط في أي عمل ضمن إيران سيتم حمايته في حال كان هنالك انسحاب أمريكي مستقبلي، أي أنها لن تعاقب على القيام بأعمال مع إيران اليوم. هذا نوع الضمانات الذي أعتقد أنه يتم النقاش حولها، بعض الضمانات المتعلقة بالأعمال والبزنس الأجنبي. طبعا قد يكون هناك بعض الضمانات التقنية والتي ليست بالأهمية ذاتها. طيب لنفهم أكثر حول الموقف الإيراني، أرحب الآن بالدكتور عماد أبشناز رئيس نقابة مديري مراكز الدراسات الإيرانية مباشرة معنا من طهران. أهلا بك دكتور عماد. دكتور عماد، سمعت ربما ما أشار إليه ضيفي من واشنطن، العقوبات التي يمكن أن تبدي بها مرونة الولايات المتحدة الأمريكية هي المتعلقة بالشركات الأجنبية خارج طهران، لكن أن يكون هناك مقابل أو ثمن إذا أي انسحاب محتمل للولايات المتحدة الأمريكية فذلك لن يكون من قبل واشنطن. هنا يسأل لماذا بدأ أن هناك تفاؤل من قبل الجانب الإيراني بالعودة للاتفاق النووي؟ تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. في الواقع أنا فقط سمعت قسم من الكلام، ولكن حسب ما فهمت أن هناك سوء تفسير لما جاء على لسان مستشار الوفد الإيراني. المقصود هنا أن تكون هناك تكلفة باهظة الثمن لخروج الولايات المتحدة أو أي طرف من الاتفاق النووي. وهنا عندما نتكلم عن تكلفة باهظة الثمن، ليس الأمر فقط بتكلفة مالية أو مادية. يعني أنا أعطيك مثالا، ممكن أن تكون تكون الضمانة هي الإبقاء على كل أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصب تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية في داخل إيران ومختومة بالشمع الأحمر، وتتعهد كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أنها بمجرد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يسمح لإيران أن تكمل برنامجها النووي من حيث توقف، ويسحب حق الاستفادة من بند الزناد من الجميع لإعادة العقوبات الدولية على إيران. هذه تعتبر تكلفة باهظة بالنسبة لأي إدارة أمريكية تريد أن تتخذ قرارا بالخروج من الاتفاق النووي، أو مثلا يكون هناك قرار من الإدارة الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية يسمح للشركات الأمريكية الكبرى بأن تعقد اتفاقيات طويلة الأمد مثلا لمدة 20 سنة 25 سنة مع إيران، مثلا شركات النفط وغيرها مضمونة بأنها لن تواجه أي عقوبات مستقبلية من قبل الولايات المتحدة إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وطبعا هنا إذا ما أراد أي رئيس مستقبل في المستقبل في الولايات المتحدة أو غير الشركات الأمريكية، يعني الشركات الغير أمريكية نفس الشيء، يعني إذا أراد أن ينسحب، لوبيات هذه الشركات في الكونغرس الأمريكي في الحكومة الأمريكية سوف تؤثر على قرار الرئيس، لأنها سوف تتضرر. وطبعا هنا الرئيس سوف أي رئيس أو شخصية سياسية سوف يفكر مرتين قبل الانسحاب. عندما نتكلم عن تكلفة نقصد بها تكلفة مثل هذه الأمور. نعم دكتور عماد، لكن عفوا يعني منك، النقطة الأولى التي أشرت إليها بخصوص تفسير هذه التكلفة هي تمت على أرض الواقع، يعني عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي باشرت إيران باستكمال مشروعها النووي من حيث انتهت، بالتالي هذا ربما لا يحتاج يعني إلى تفاوض أصلا. لا، الأمر لم يكن كذلك. يعني إيران بعد اتفاقية عام 2015 قامت بتدمير أو ما نسميه أكسدت كل اليورانيوم
الذي كان يزيد عن 3.67%، أو قامت بتصديره وقامت بتصدير الماء الثقيل، قامت بتدمير منشآت نووية في الداخل الإيراني مثل منشآت أراكلي الماء الثقيل والبلوتونيوم، كلها تم تدميرها. وبعد أن اطمأنت الولايات المتحدة أن كل هذه المنشآت تدمرت وكل اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي تم التخلص منها، عندها خرجت من الاتفاق النووي، ولم تخرج قبل ذلك. هي كانت الولايات المتحدة مطمئنة أن إيران لديها فقط 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%. يعني لو كانت كل هذه المنشآت موجودة، لو كان اليورانيوم الإيراني موجودا يعني قبل الاتفاق النووي عام 2015، كان لدى إيران ما يصل إلى 25,000 كيلوغرام. لكن طهران أيضا فاجأت المجتمع الدولي وحتى الوكالة الدولية للطاقة بأنها تمتلك مفاعلات كانت مخفية. لا أبدا، ليس هناك أي تقرير حتى تقرير صغير يؤكد على هذا الموضوع، يعني هذه أخبار غير صحيحة. طيب دكتور عماد، هل يمكن أن أفهم لم منك؟ يكن لديها أي منشآت سرية. طيب هل يمكن أن أفهم منك بأن ما أشرت إليه هو الخطوط العريضة للرد الإيراني على المقترح الأوروبي؟ الخطوط العريضة أحدها هذه الضمانات، والثانية أساسها أن كل الألغام الموجودة أمام تنفيذ أي اتفاق يتم إبرامه في فيينا يجب أن تزول قبل التوقيع على الاتفاق. هذه الألغام، أنا أعطيك مثالا، العبارات المزدوجة الموجودة في الاتفاق في العرض الأوروبي، الكلمات والعبارات التي يمكن أن يستفاد أو يكون لها معاني مزدوجة إذا ما أردنا أن نقول، موضوع إبقاء الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكية، موضوع الخلاف مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، هذه الأمور يجب أن تحل بشكل نهائي قبل التوقيع على أي اتفاقية، وإلا مستقبلا يعني بعد التوقيع على الاتفاقية هذه الأمور سوف تكون ألغام ممكن أن تفجر. حول هذه الألغام أعود إلى دكتور علي. عليه. نعم، حول هذه الألغام، هذا يتقاطع بشكل كبير مع ما أشار إليه جوزيف بوريل عبر تويتر عندما قال بأن خلف كل قضية فنية وكل فقرة حتى في الاقتراح الأوروبي يكمن قرار سياسي لابد من اتخاذه في عواصم الدول. هذا ألا يضعنا أمام رجاحة التخوفات الإيرانية بخصوص الألغام التي يتحدث عنها دكتور عماد بن طهران؟ دكتور علي. لا عزيزتي، يعني هذه ليست ألغام، يعني المفاوضون ليسوا أطفالا، وأيضا الذين وضعوا مثل هذه الاتفاقيات يعرفون تماما ماذا يكتبون. والاتفاق الأساسي الذي تم تنفيذه في العام 2015 مليء بمثل هذه العبارات، وهو صيغة بهذا الشكل كي يرضي الطرفين لكي يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، وبالتالي هذه قضية مقصودة والجانب الإيراني أيضا استفاد منها. يعني بخلاف ما قاله ضيفك، الجانب الإيراني لديه تاريخ طويل من غياب الشفافية والخروقات المتعلقة بالقوانين الدولية وإنشاء منشآت تحت الأرض غير قانونية تم الكشف عنها بمعلومات استخباراتية، وعدم إخبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض النشاطات وآثار يورانيوم مخصب على التقصيب إلى آخره. وبالتالي أيضا يعني التحدث عن ضمانات يأتي وكأنه من جانب واحد، فيما الحقيقة أن أولئك الذين عارضوا الاتفاق منذ البداية قالوا أن الجانب الإيراني هو المستفيد من هذا الاتفاق، وأن هذا الاتفاق لا يضمن عدم حصول إيران على القنبلة النووية إذا ما أرادت فعل ذلك في المستقبل بناء على قرار سياسي. وهذا الكلام صحيح بدليل أن الجانب الإيراني عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية واصل مباشرة عملية التقصيب ووصل إلى يعني نسبة عالية الآن، وباستطاعته أن يستكمل يعني إلا إذا أراد طبعا إذا استبعدنا التكاليف السياسية والعسكرية المقابلة لهذا الخيار، لكن عمليا يستطيع أن يستكمل بدليل أن استشار المرشد قال أن الولايات أن إيران تمتلك القدرة على تصنيع قنبلة نووية، هذا كلام هو قاله. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الموضوع ليس ألغام، بالعكس هذا هو يعني هذه الصيغة هي التي تستطيع أن تضمن موافقة الطرفين، وإلا لن نذهب في مسار الموافقة على أي مقترح
يرضي الطرفين. نعم سيد فيتزباتريك، بخصوص النقطة التي أشار إليها وهي جزء ربما من المقترحات الإيرانية أو الرد الإيراني على مقترح جوزيف بوريل التي أشار إليها دكتور عماد، مسألة أن يكون هناك قرار من الخزانة الأمريكية لشركات الأمريكية بإمكانية إبرام عقود طويلة الأمد مع طهران في حال لو تغيرت الإدارة الأمريكية، لا تتأثر هذه العقود ولا تتأثر طهران في حال أيضا انسحب أي رئيس أمريكي مقبل من الاتفاق النووي. ماذا بشأن هذه النقطة؟ ألا يبدو هذا منطقيا وعمليا؟ شكرا جزيلا. أعتقد هذه نقطة عملية ومنطقية، لكن هناك فترة زمنية يجب أن يتم اتخاذ قرار بشأنها. الشركات الأجنبية أو الأمريكية المنخرطة في إيران لن تكون قادرة على استمرار في التجارة للأبد إذا قامت أمريكا بعمل عقوبات جديدة. طبعا هناك نوع مما يسمى هذه الفترة فترة الإنهاء، حيث تحتاج هذه الشركات إلى تحويل الأعمال كلها إلى كاش، وبعد ذلك وهذه هي الفترة التي قد يتم التفاوض عليها، ستكون سنة أكثر من ذلك أقصر من ذلك، لكن هذا ما نتحدث عنه بالضبط. لا يمكن أن تعطي أمريكا ضمانة في النهاية بأنها ستطيع كل الشركات التجارة مع إيران للأبد حتى إذا أعادت العقوبات، هذا ليس منطقيا. وعلى فكرة هل يمكن أن أقول أمرا؟ أنا فعلا أعجبني مستوى الضيفين الآخرين ومعرفتهما فيما يتعلق بالضيف من إيران ومن قطر، فعلا يعرفان بالتمام ما يتحدثان عنه والنقاش جيد للغاية. سيد باتريك أشكرك على هذه الإشادة. الآن بما أننا نتحدث عن المقترح الأوروبي، دعونا نتابع هذه المادة حول أبرز ما ورد في المقترح الأوروبي وأبرز الردود الدولية عليه لا سيما من قبل طهران، ونعود للنقاش. دكتور عماد، هناك استطلاع رأي لشركة ستاتس للاستشارات الأمريكية تقول بأن 43% من الشباب الإيرانيين بأعمار صغيرة من 18 عاما إلى 29 عاما يريدون الهجرة خارج إيران لأنهم يعتقدون بأن طهران لديها مستقبل غامض، وفي ذات الوقت الخارجية الإيرانية تتحدث عن خيارات أخرى في حال لم يتم العودة للاتفاق النووي. ألا تعتقد بأن طهران لديها معضلة الوقت؟ نعم، يعني أنا لست متأكدا من النسبة، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية العديد من الشباب اليوم يتجهون نحو الهجرة للأسف. يعني هذه معضلة أو مشكلة لا تواجهها فقط إيران، بل كل بلداننا في هذه المنطقة تواجه هذه المشكلة، مشكلة هجرة الأدمغة. الطرف المقابل يعني خاصة الدول الغربية تقدم عروضا كبيرة لهؤلاء وتفتح يعني تعرض لهم، إذا ما أردنا أن نقول يعني جنات يتصورون أنهم سوف يذهبون إليها، ولهذا هم يريدون الهجرة خاصة عبر وسائل الإعلام. أنا ما كنت أقصده دكتور عماد، ما كنت أقصده بأن إيران لا تمتلك طرف الوقت من أجل التفكير والمماطلة وعدم إبداء المرونة إزاء العودة للاتفاق النووي.
لا بالعكس، يعني هذا ما كنت أريد أن أصل إليه. المشكلة لا تكمن في العقوبات أو رفع العقوبات أساسا، المشكلة تكمن في الظروف الداخلية الإيرانية، الظروف الاقتصادية، الظروف الاجتماعية، هذه الظروف التي تؤثر على هؤلاء الشباب للهجرة إلى خارج البلاد. وأنا لا أتوقع من أنه إذا حتى قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران هذه الأمور سوف تتغير كثيرا. يعني هذه الأمور سببها الأصل سوء الإدارة ومشاكل إدارية داخل، يعني إدارة البلاد داخليا أكثر منه مشكلة العقوبات، هذا من جهة. ومشكلة أخرى أساسية هي موجودة، أساسها هي أن العقوبات حتى لو رفعت لن تؤثر على الداخل الإيراني في فترة قصيرة، يعني لربما نحتاج إلى فترة طويلة لكي نرى تأثيرها. وأنا لا أتصور أن الولايات المتحدة سوف تستمر في تعهداتها لفترة طويلة، يعني نحن ننتظر من الولايات المتحدة نكس عهدها خلال فترة قصيرة. يعني لحد الآن حتى فريق بايدن، يعني أنا لا أتكلم عن أي فريق مستقبلي، لربما حتى لو وقع على اتفاق لن يقوم بتنفيذه. نحن جربنا هذا الأمر عندما كان أوباما رئيسا للجمهورية. ما الجدوى من التعامل مع هذه الأمور ومع التفاعل؟ ما الجدوى من التفاعل مع ما يجري، من التفاعل من الجانب الإيراني مع مقترحات جوزيف بوريل؟ إذا كنتم تعتقدون سلفا بأن واشنطن لن تفي بتعهداتها، هل المسألة مسألة إضاعة وقت دكتور عماد؟ لا، في الواقع نحن مضطرون، يعني أستطيع أن أقولها بصراحة، أن نحاول جهدنا في هذا السياق وإقناع المجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة هي التي تتصرف تصرفات غير مسؤولة تجاه باقي دول العالم. يعني عمليا نحن إذا خرجنا من المفاوضات وأوقفنا المفاوضات وأوقفنا تعاملنا مع المجتمع الدولي، بالتأكيد سوف يرمى جميع اللوم على الإيراني. اليوم كل المجتمع الدولي متفق على أن الولايات المتحدة هي التي نكست بتعهداتها، هي التي خرجت من الاتفاق النووي، هي التي افتعلت هذه الأزمة، هي التي دفعت إيران للوصول إلى المرتبة النووية. المجتمع الدولي أيضا له رأي بسلوك إيران في المنطقة سيد عماد، وهذا ربما له انعكاسه بشكل أو بآخر على الاتفاق النووي، تصرف الميليشيات الإيرانية في المنطقة العربية، أيضا الاستمرار بالمشروع النووي، دائما تصدير رسائل تهديدية للجوار. المجتمع الدولي له رأي أيضا في ذلك. هنا أريد أن أنتقل إلى سيد عندما مارك. عندما نتكلم عن المجتمع الدولي هنا نتكلم عن 198 دولة في العالم. إذا كانت دولة أو دولتين أو خمس دول تقوم بتصريحات ضد إيران، هذا لا يعني المجتمع الدولي، وليس وهم لا يشكلون المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لكن أنا يعني أريد الانتقال الدول. حقيقة إلى سيد مارك، لكن دكتور عماد، طهران تفاوض في فيينا وأيضا ترسل رسائل عبر الميدان، رسائل عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا للمجتمع الدولي في مساحات النفوذ الخاصة بها. هنا سيد مارك، ونحن نتحدث عن اضطرار إيراني كما أشار ضيفي من طهران، ماذا عن واشنطن؟ هل تبدو واشنطن اليوم تبدو مضطرة للعودة للاتفاق النووي؟ هناك أزمة انتخابات مقبلة، تخوف من عدم عودة الديمقراطيين، أيضا هناك تخوف من تضخم اقتصادي، أيضا واشنطن ليس لديها خيارات. إذن الولايات المتحدة ليست مضطرة إلى العودة إلى الاتفاق، لا يوجد ما هو واجب قانوني، هذه ليست معاهدة بعد، لكن أنت تتحدثين عن الواجب أو الضرورة السياسية. الرئيس بايدن عندما كان في حملته الرئاسية قد وعد بأنه سيغير الاتفاق، وهو يحاول أن يقوم بتلبية هذا الوعد، لكن إيران جعلت الوضع صعبا على بايدن أن يعود إلى هذا الاتفاق، وهذا بسبب
أفعال إيران المتنوعة، مثلا التآمر على جون بولتون، هذه كانت آخر الأمور، محاولة اغتيال سلمان رشدي، حتى مع أنها لم تكن مباشرة موجهة من قبل إيران اليوم، ولكنها نتيجة فتوى أتت من القادة الإيرانيين منذ سنوات. إذن هذه الأنواع من الأمور التي تجعل صعب على أمريكا المتابعة، لكن مع ذلك فأمريكا ملتزمة بالعودة إلى الاتفاق، ليس لتضيف أمور أخرى إليه، ولكن أعتقد أن ضيفك في إيران كان على صواب عندما قال أن الولايات المتحدة قد أخذت حملت مسؤولية الانسحاب من هذا الاتفاق، ولكن معظم الدول التي تنظر إلى هذا الأمر تعرف أن الولايات المتحدة جاهزة للعودة، وأنها إيران هي من يعيق في السنوات في السنة الماضية هذا الأمر، وإن كان لم نصل إلى الاتفاق اليوم، فأعتقد أن اللوم سيقع على إيران. طيب إذا أردنا أن نتجاوز مسألة اللوم، نيد برايس تحدث عن خيارات أمريكية في حال عدم العودة للاتفاق النووي، ما هي هذه الخيارات الأمريكية؟ أنا أتردد في الحديث عن البدائل اليوم لأنها كلها سيئة. البدائل تتضمن أن يكون هناك ضغط إضافي على إيران، ولا أعتقد أن هذا سيكون ناجحاً، لكن قد تكون هناك طرق أخرى لمحاولة إيقاف برنامج إيران النووي، وكلنا نعرف ما هي هذه الطرق الأخرى، تتعلق بالتخريب وطرق أخرى أو الضربات العسكرية، وأنا لا أحب الحديث عن الضربات العسكرية هنا، لكن لنكن واقعيين، هذه أحد الخيارات. الولايات المتحدة قالت عدد من المرات أنها لن تسمح لإيران بأن تحصل على السلاح النووي. هذه إجابة حاسمة سيد مارك. هل سيكون أي تلويح عسكري هو تلويح عسكري أم أمريكي، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن ترد بذراع إسرائيلية، خصوصا وأن إسرائيل أيضا تقول بأن لديها خياراتها في حال العودة للاتفاق النووي، وفي حال قرب امتلاك سلاح نووي من قبل طهران؟ دعونا نكون واضحين، إسرائيل طبعا ستقوم بفعل وحدها، إسرائيل لن تتصرف بسبب أن أمريكا طلب منها أفعال عسكرية، إسرائيل ستقرر هذا الأمر بذاتها. إسرائيل والولايات المتحدة قد يعملان سوية في هذا الحال، ولكن القرار سيكون واضح، وهو أن الاثنين لا يريدان يكون هناك سلاح نووي. طيب. إذن دكتور علي، يبدو أن الجميع ما زال متمسكا بمواقفه، سواء الجانب الإيراني أو حتى الجانب الأمريكي، وكل يدرس خياراته في حال الخيارات المتاحة في حال لم تتم العودة للاتفاق النووي. يبدو أن الاتحاد الأوروبي هو الحلقة الأضعف بهذه المسألة، ما رأيك؟ يعني أولا أنا رأيي أن الطرفان الأمريكي والإيراني يريدان العودة إلى الاتفاق، لكن الخلاف هو حول التفاصيل أولا، وثانيا هناك مشاكل داخلية في واشنطن وفي طهران تمنع الطرفين أيضا من أن يسرعا عملية للتوصل إلى حل مناسب للطرفين، لذلك الإشكالية لا تزال قائمة، لكن أعتقد أن النافذة المفتوحة الآن قد تغلق لاحقا، خاصة بعد الانتخابات الأمريكية، وإذا أيضا لم يستطع الجانب أو الحكومة الإيرانية تحقيق تقدم في هذا الملف، عندها سيكون الطرفان في وضع صعب للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المزيد من الحروب في المنطقة، لكن الجانب الإيراني دائما يبدي استعداده للتصعيد، لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها حساباتها الخاصة، إسرائيل لديها حساباتها الخاصة، وأيضا بعض الأطراف العربية التي لم تكن أصلا راضية عن الاتفاق الأساسي ولم يتم إشراكها به ولم يتم التفاوض معها أو استشارتها، أيضا قد يكون لديها خيارات، وهذه الأطراف كلها قد تتعاون مع بعضها البعض بالنهاية بسبب إيران، أي أن الجانب الإيراني يدفع عمدا أو من غير عمد كل أطراف المنطقة إلى التكتل ضده، وهذا أمر سلبي للغاية. أعتقد أن إيران تعي أن لديها فرصة الآن من خلال الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن وضع الاتحاد الأوروبي الضعيف هو الذي يساعده الآن بشكل يعني عملي على إيجاد حلول أو مخارج للطرفين. أنا أعتقد أن أيضا الولايات المتحدة وإيران لا يريدان إعلان موت أو دفن الاتفاق النووي، لذلك لا يزال التفاوض قائما، لا أعتقد أو أتوقع إجابات قطعية. الجانب الإيراني لم يقدم بالمناسبة إجابة قطعية بنعم أم لا، وإنما قدم بعض الملاحظات، لذلك لا يمكن أن يكون هناك في المقابل رد أمريكي مشابه، أي أن هناك ملاحظات على الملاحظات، وقد ندخل في مفاوضات في مرحلة لاحقة. هذه كل الأمور مفتوحة أنا بعتقد. هذا رغم ما أشار إليه جوزيف بوريل بأن هذا النص هو النص النهائي، لا يمنع ذلك أن يكون هناك تفاوض على الملاحظات نفسها مع بقاء النص كما هو.
طيب. أي أن هناك جولة أخرى من المفاوضات قد تكون بين الولايات المتحدة وإيران أيضا. طيب دكتور علي، يعني ونحن نتحدث عن الظرف الإقليمي والظرف الدولي تحديدا، ونحن نشير إلى الحاجة الأوروبية لعقد أو إبرام الاتفاق النووي، خصوصا وأن ذلك يعني انفراجة بموضوع الغاز، بموضوع الطاقة، بموضوع النفط، هل تعتقد بأن التعويل الأمريكي على هذا الجانب ما زال موجودا، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك اليوم بأن هناك عقود أبرمت بين طهران وبين بكين، بين طهران وبين موسكو، ربما تحد من القدرة على الاستفادة من هذا الجانب؟ لا، أنا باعتقادي في هذه المسألة مصالح روسيا متضاربة مع مصالح إيران، لأن الجانبان أيضا مصدران كبيران يعني أو يعني يمتلكان احتياطات كبيرة من النفط والغاز، والجانب الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يضغط بشكل حقيقي على روسيا إلا إذا فرض عقوبات قوية على قطاعي النفط والغاز، وليس بإمكان الطرفان أن يفعلا ذلك ما لم يحصلا على بدائل. لذلك نحن نرى الاتحاد الأوروبي وحتى المتحدة الأمريكية تسعى إلى بدائل فيما يتعلق بالغاز. يتم الآن حشد طاقات دول مثل قطر، الجزائر، أذربيجان وغيرها من الدول، وأيضا في مجال النفط السعودية والإمارات وغيرها من الدول. الجانب الإيراني بإمكانه في حال التوصل للاتفاق أن يعني يعطي بعض الأمل، لكن يعني استثمارات الغاز والنفط في إيران تحتاج إلى سنوات طويلة، وليس من السهل زيادة الإنتاج أو كميات الإنتاج بشكل كبير ما لم يكن هناك فترة طويلة من الزمن. لكن أعتقد أنه هذا أمر إيجابي في نهاية المطاف، إذا ما توصل الاتفاق سيكون هذا أمر إيجابي فيما يتعلق بالنفط والغاز بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك احنا رأينا في مرحلة من المراحل روسيا كانت قد عطلت مساعي المفاوضات فيما يتعلق بالاتفاق النووي، لكن الآن يبدو أننا عدنا إلى اللعبة من جديد كما كانت عليه. طيب، بالإشارة إلى الموقف الروسي، هنا أريد أن أخذ رأي سيد مارك. سيد مارك أوليانوف المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية قال بأن روسيا ترى أن الرد الإيراني كان إيجابيا، مشيرا إلى إمكانية انعقاد اجتماع وزارة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إذا قدمت واشنطن ردا إيجابيا. كيف تقيم واشنطن الأداء الروسي بهذا الجانب؟ هل روسيا معنية بالعودة للاتفاق النووي أم أنها أحد العوامل التي تدفع بعدم العودة للاتفاق النووي؟ مهتمين بشكل كبير بهذا الاتفاق، لديهم موقف إيجابي ولاعبين إيجابيين خلال كل هذه العملية منذ بدايتها في 2013 في الاتفاق الأول، وفي بعض الأحيان تصرفت روسيا بطرق لم تكن مفيدة. في مارس مثلا روسيا أقامت بالحديث عن عقوبات على أوكرانيا، وهذه كانت ستعيق الحوار، ولكن بعد ذلك وزير الخارجية الإيراني ذهب إلى موسكو وتم تعديل هذا الأمر. أعتقد أن موقف الروسي كان إيجابي حتى لو كان قد لا يستفيد أكثر من عدم وجود اتفاق، لأن هناك سيكون ارتفاع في أسعار هذه السلع وأمريكا ستكون لديها مشكلة، وفي كل مرة تكون هناك مشكلة لأمريكا ستكون روسيا سعيدة. لكن لا، مع ذلك فروسيا لا تريد لإيران أن تحصل على قدرات نووية أيضا، لذلك روسيا تؤمن بأنه يجب منع انتشار الأسلحة النووية ويجب أن تنجح هذه الاتفاقات. دكتور عماد، ما رأيك بما أشار إليه سيد مارك بخصوص الدور الروسي؟ بالنسبة للدور الروسي، هناك تنسيق كبير بين إيران وروسيا والصين في المجالات المختلفة. عمليا إيران وروسيا والصين يعرفون أنهم مستهدفون من قبل الولايات المتحدة. عمليا الولايات المتحدة تخطط لتدمير وتجزئة هذه الدول الثلاثة، أجلا أم أجلا سيأتي دور أي واحد منهم، إلا إذا ما ائتلفوا هذه الدول مع بعضهم البعض وواجهوا المؤامرات الأمريكية. واليوم هم يتعاونون مع بعضهم، يعني رأينا ماذا افتعل يعني منذ أسبوع لربما يعني ليس بعيدا، كادت الحرب يعني تفتعل من قبل الأمريكيين في تايوان ضد الصينيين. طيب هذا التعاون يعني وكأنك تشير إلى حلف. إذا ما رجعنا
وكأنك تشير إلى يعني إلى حلف أو إلى علاقات يعني استراتيجية واضحة ومعلن عنها بين طهران وبين بكين وبين موسكو. هذا ألا تعتقد بأنه يعطي مؤشرات سلبية للمجتمع الدولي، للدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان هذا التحالف لا يمكن أن يبدي إيجابية في مسألة المصالح الأمريكية والأوروبية، بالتالي لماذا يعود المجتمع الدولي إلى الاتفاق النووي؟ أولا بالنسبة للتحالف، عندما يرى المجتمع الدولي أو لا، هنا أؤكد ليس المجتمع الدولي، الائتلاف الغربي، لربما الأصح أن نتكلم عن الائتلاف الغربي لأن الموضوع ليس المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يمثله الولايات المتحدة وحلفائه فقط. والمشكلة حتى جيرانكم منزعجون منكم لا يستطيعون. يا سيد دكتور عماد، يعني ونحن نتحدث عن المجتمع الدولي هذا موضوع آخر، يعني نحن مع جيراننا نعيش منذ آلاف السنين وسوف نعيش بعد آلاف السنين، كانت لدينا خلافات استطعنا أن نتعاون مع بعضنا البعض. وكأنك تتحدث من كوكب آخر دوري دكتور عماد، يعني أنت تتحدث عن خلافات ونحن نتحدث عن تهديدات وعن تحركات عسكرية. هذه الخلافات. قصفتم أرامكو وتقصفون بشكل دائم وتتحركون بسوريا على راحتكم. اعذرني، يعني لا أريد أن أتشعب بالنقاش هنا. الخلافات بين إيران والسعودية هي كانت موجودة حتى قبل الثورة الإسلامية، منذ تم تأسيس أول حكومة سعودية منذ 200 عام، يعني أول حكومة سعودية تأسست هي عادت الإيرانيين وهاجمت كربلاء وكانت تريد إلى التاريخ. والمشكلة أن الوقت يداهمنا دكتور عماد. يعني هذا حتى هؤلاء الجيران موجود دائما، المملكة العربية السعودية، دول الخليج، دولة الاحتلال الإسرائيلي، كلهم يتحدثون عن انزعاج من النشاطات الإيرانية. لكن اسمح لي هنا سؤال الأخير سيكون مع دكتور علي عن هذا الأمر. يفتعلوا حرب ضد إيران، لما رأينا ذلك؟ طيب يعني من شن الحرب؟ يعني حرب العراقية، من دعم العراق ضد إيران؟ أليست هذه الدول هي التي دعمت دكتور العراق علي. لحرب إيران؟ دكتور علي، شنت الحرب ضد إيران؟ هذه الحرب، يعني إذا رجعنا إلى ذكريات اتضحت الفكرة. اسمح لي، لم يتبقى لدي وقت، أريد أن أسأل عن ذلك دكتور علي. دكتور علي، يعني ونحن نتحدث عن النشاطات الإيرانية، كيف يمكن تخيل شكل المنطقة في حال لم يتم التوصل لاتفاق نووي؟ يعني اولا اسمح لي بشكل سريع ان اقول ان روسيا والصين لا تعتمدان سياسه التحالفات، ليس لديهما حلفاء، هناك شراكات. التعاون الاقتصادي الروسي الايراني يكاد يكون معدوما، يعني ايران تعي ان مصالحها الاقتصاديه هي مع اوروبا ومع الدول الغربيه وليس مع روسيا. فيما يتعلق بسؤالك، انا اعتقد انه في حال الفشل التوصل هذا الاتفاق سيكون هناك تصعيد، خاصة إذا ما جاء رئيس أمريكي من لون آخر سيكون هناك تصعيد كبير. إذا ما قامت إيران بمحاولة التصعيد سيكون هناك أيضا رد من قبل الدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية. نحن نرى الآن أن إيران أصلا تستعلي دول المنطقة بشكل كامل، لديها مشاكل مع دول الخليج، لديها مشاكل مع إسرائيل، وأيضا مؤخرا حتى افتعلت مشاكل مع تركيا، محاولة اغتيالات داخل تركيا، سياسات لاستهداف تركيا في سوريا والعراق، وهذا كله أدى إلى تقارب تركي إسرائيلي وتركي عربي. وهناك الآن حديث عن مخاطر إيران في المنطقة، وهذه المخاطر قد تزداد بشكل كبير، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يلتزم به كافة الأطراف. دكتور علي بكير، أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع في مركز الدوحة، في مركز ابن خلدون عفوا بجامعة قطر، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أشكر السيد مارك فيتزباتريك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون نزع الأسلحة النووية، كان معنا من واشنطن. والشكر الموصول والجزيل للدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مديري مراكز الدراسات الإيرانية، كان معنا من طهران. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.